من لم يحضر إلى معبر الدحي لم يعرف ما معنى حصار أبناء تعز. لم تنتظر كثيرا حتى تذهب لرؤية المعبر الأشهر في تعز، فقد مر عام كامل منذ كان الانتظار قسرا لها ولآلاف من أبناء المدينة المحاصرة الذين يحملون بعضا من المواد الغذائية والكثير من الأوجاع ويمنعون من تجاوز هذه المساحة. تحول هذا المعبر إلى مزار لكل الأعين التي بكت فيه سابقا، ولكل القلوب التي خشيت التوقف عنده لإيقاف الحركة المترددة للأهالي. من أعلى هذه العمارة من ذلك المكرس كانوا يوجهون سلعهم هنا، كانت تضرب الرصاص بين أرجل أبناء تعز. كان الجميع نساء وأطفال وكبار سن يقفون تحت حرارة الشمس وفوهات البنادق الموجهة إليهم مع التهمة التي تحملها الميليشيا في معاركها الطويلة. وما أن أعلنت السيطرة على الجهة الغربية من مدينة تعز حتى تحولت معابرها وشوارعها ومنازلها إلى مزارات ومحطات أفراح متنقلة، تدافعوا جميعا رافعين الراية وأصواتهم التي ظلت لعام كامل لا يسمعها غير من يحاصرهم ويرتب أسماءهم في قوائم الموت وسجلات الضحايا. لقد كان عاما مريرا تعبر المدينة بعده إلى أعوام يأملون أن تكون خالية من المعابر والضائقات.